فحص الماموغرام ينقذ حياتك. الماموغرام هو تصوير بالأشعة السينية، ويعتبر من أدق الوسائل للكشف المبكر عن أي كتل في الثدي. تقدمي لإجراء الفحص بشكل سنوي ابتداءً من عمر 40. في يوم الفحص، استحمي ولا تستعملي الكريمات، البودرة أو مزيل العرق. احضري جميع الفحوصات السابقة. سيطلب منك الكشف عن الجزء العلوي من جسمك. في وحدة الفحص ستقوم فنية الأشعة بإرشادك. لضمان جودة الصورة، احرصي على الثبات وعدم الحركة. لا تقلقي من وجود أي كتل، سيتم فحصها للتأكد من أنها حميدة. حددي موعد الفحص فور الانتهاء من دورتك الشهرية أو بنفس الموعد من كل سنة في سن الأمل. راجعي الطبيب لأي مشكلة خلال الحمل والرضاعة. إشعاعات الفحص قليلة ومحسوبة ولا تشكل خطورة أبداً. الكشف المبكر يزيد من فرصة الشفاء بنسبة 98%. اتصلي بنا لمزيد من المعلومات.